ينضم إلينا من شرم الشيخ مراسل غد محمد الحمراوي. إذا محمد، إلى أين وصلت الفعاليات ولو تضعنا في الأجواء التي تحدث من حولك الآن؟ نعم شروق، بعد انتهاء هذه الجلسة الافتتاحية الإجرائية التي تم خلالها تسليم رئاسة القمة المناخ COP27 إلى مصر من المملكة المتحدة البريطانية، جرت العديد من الفعاليات التحضيرية في الأساس للقمة على مستوى الرؤساء والزعماء، والتي ستنطلق غدا وبعد غد هنا في مدينة شرم الشيخ. خلال مؤتمر صحفي أعقب الجلسة الإجرائية كان فيها حديث وتأكيد من جانب وزير الخارجية المصرية على رؤية مصر وتعهد مصر بالعمل خلال الفترة المقبلة على أن تكون تلك القمة وعلى مدار عام كامل قمة لتنفيذ الوعود، وليس فقط لاتخاذ مزيدا من التعهدات الجديدة دون الالتزام بالتعهدات القديمة. كان هناك أيضا اتفاق من جانب الحضور وممثلي الأمم المتحدة وقمة المناخ السابقة من جانب ألوك شارما بأن الفترة الماضية كان هناك بشكل واضح تخاذل من جانب دول العالم وعدم التزام بدعوى الأزمات الاقتصادية وكذلك أيضا التطورات الجيوسياسية حول العالم. كان هناك أيضا دعوة على لسان الأمين العام للأمم المتحدة بعنوان رسالة استغاثة من الأرض بضرورة إنقاذ كوكب الأرض خلال الفترة المقبلة والعمل على مواجهة التغيرات المناخية. كان هناك أيضا استعراض لما تم خلال الفترة الماضية، ربما منذ تم التوقيع على الاتفاقية الإطارية لمواجهة تغير المناخ في العام 1994، أو كذلك أيضا ما يتعلق بقمة كوبنهاجن في العام 2019 أو اتفاق باريس في 2015. واستعرض التقرير الذي تم عرضه عقب هذه الجلسة الافتتاحية من أن 29 دولة فقط من بين 194 دولة شاركوا في COP26 هناك في جلاسكو، هم فقط من تعهدوا وقاموا بالفعل بتنفيذ خطط وصفوها بالمتشددة في إطار مواجهة المناخ. كذلك أيضا تم الاتفاق على أن تكون هذه القمة قمة تنفيذ العهود، وكما جاء أيضا في تصريحات للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استبق فيها الفعاليات الرئاسية وقمة القادة غدا وبعد غد هنا في المدينة. طيب محمد، بتأكيد الرئيس السيسي على أن مصر تتطلع لإنجاح تلك القمة التي تواجه أخطارا وصفها بالوجودية. نعم محمد، ربما كان هناك شيء مهم وهو تعهدات كان من أبرزها تعويض الدول الفقيرة الأكثر تضررا من تغير المناخ خلال القمة المنعقدة في شرم الشيخ حاليا. يعني بالفعل شروق، للمرة الأولى سيضاف هذا البند إلى أعمال قمة المناخ. على مدار 26 قمة سابقة لم يتم الموافقة على إدراج ملف التعويضات والخسائر للدول، وربما مصر رأت أن هذا الملف من المهم والضروري أن يتم طرحه وليس فقط إدراجه على جدول الأعمال، ولكن كما قال أيضا مبعوث أو الأمين العام للأمم المتحدة محمود محي الدين وأيضا رائد المناخ للرئاسة المصرية بأن الأمر فقط لن يتوقف عند التعهد ووضع الأمر على جدول الأعمال فيما يتعلق بتعويض الخسائر للدول حول العالم. تم تقدير تلك الخسائر بنحو 525 مليار دولار، ويتم العمل الآن على تنفيذ هذا البند خلال الفترة المقبلة لتعويض تلك الدول، خاصة وأن الدول خلال الفترة الماضية كانت هناك ملاحظات شديدة بعدم الاستجابة لاستغاثات الدول التي تضررت، وفي مقدمتها باكستان. محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية قال بأن الأمين العام للأمم المتحدة أكد بأن الاستغاثة الخاصة بباكستان بعد الأزمة الأخيرة المناخية التي تعرضت لها كان قد طالب بنحو 40 مليار دولار ولم يتم تنفيذ سوى 1% فقط على سبيل التعهدات، ولم يتم رصد أي مبالغ مالية من دول العالم أو الأطراف في قمة المناخ، وبالتالي تم وضع هذا البند ليكون إلزاميا خلال الفترة المقبلة جنبا إلى جنب مع ملفات التخفيف والتكيف وكذلك أيضا ملفات التمويل، بحيث يكون هناك أيضا ملف خاص بالتعويض الخسائر. وهذا الملف وصفته مصر بأنه خلال الفترة
الفترة الماضية كانت مصر تتحدث عن هذا الملف بشكل مهم للغاية، نظرا لأن ربما ملف التعويض للخسائر لدول العالم سيدفع الدول الصناعية الكبرى إلى مزيد من الالتزام، خاصة فيما يتعلق بانبعاثات الكربون. وتم التأكيد أيضا خلال الأعمال الإجرائية اليوم بأن يتم وضع هذا الهدف كهدف أساسي خلال الفترة المقبلة فيما يتعلق بضرورة تخفيض انبعاثات الكربون بنسبة 45% بحلول عام 2030، خاصة أيضا وأنه قد تم الرصد خلال الأعمال الخاصة بافتتاح هذه القمة بأنه لوحظ خلال الفترة الأخيرة عودة الدول الصناعية والدول الكبرى مرة أخرى إلى العمل بالوقود الأحفوري ومزيد من انبعاثات الكربون. وبالتالي مصر ترى بأن وضع هذا الملف ربما سيلزم الدول الصناعية الكبرى بشكل أو بآخر بضرورة أن تكون هناك محاولات وعمل على خفض انبعاثات الكربون، خاصة وأن هناك خسائر ستحدث وأن هناك تعويضات ستلتزم بها تلك الدول خلال الفترة المقبلة، إلى جانب أيضا العمل على محاولة رفع وزيادة المبالغ المخصصة والتي يعني تقدر حتى الآن بنحو 4 تريليونات دولار، لكن مصر تطالب حتى الآن بالالتزام بنحو 1,200,000,000 دولار للعمل المناخي، سواء فيما يتعلق بالمشروعات الذكية الخضراء أو كذلك أيضا ملف التعويضات أو التكيف أو التخفيف خلال الفترة المقبلة لضمان نجاح تلك القمة وتميزها عن القمم السابقة. نعم، دائما معك في متابعة، شكرا جزيلا لك محمد الحمراوي مراسلنا من شرم الشيخ.